لا يا جماعة الخير، لا لا لا، في رمضان، في رمضان نشوف الأشياء ذي. لا 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 يا إيرن، لا يا إيرن، والله كذا كثير، والله كذا كثير. الله يقلع أم الفينالي القوي اللي يوسع الصدر ويضيقه في نفس الوقت. فاكرين زمان يا جماعة كنت أقول لكم كيف إيرن راح يقطع البحر لو إنه فعل عمالقة الدك؟ كيف البحر في مرحلة ما راح يصير عميق، ما راح يقدرون يسبحون عمالقة؟ كيف يسبحون؟ طلعوا يسبحوا أولاد الإيه، طلعوا عمالقة الدك يسبحوا، عمالقة الدك يسبحوا. هيا ألقم ألقم ألقم، قال لك عمالقة الدك ما يسبحوا، يسبحوا وسبح وسباحة وسباحة بلا توقف. شب 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 شب، يا الله يا الله يا إيرن، يا خراشي يا خراشي يا خراشي. شوف يا جماعة الخير، أيا كان اللي مخبيه لنا البارت الثالث اللي راح نكتشف فيه ماذا سوف يحدث، يعني فراح يكون غالبا شيء يجيب الهم. صدقوني ما راح يكون شيء سعيد أبدا، ما راح يكون شيء ممتع أبدا، ما راح يكون شيء إنساني للغاية. اللعنة يا إيرين، اللعنة يا إسياما، اللعنة على كل من تسبب في تفعيل الدك ذا اللي. وإحنا مع مين؟ إحنا في صف مين يا جماعة؟ إحنا مع إيرين ولا ضد إيرين؟ إحنا مع العالم ولا مع برادايس؟ بس هي ذي الفوضى اللي تركنا فيها الكاتب. شكرا لك يا إيسياما. لا مش شكرا، وحياة أمي مش شكرا يا إيسياما. آخر جزء من الحلقة خلاص كذا انطبع، ماني قاعد بجلس أفكر فيه أسبوع عشر، يمكن لين نهاية رمضان بجلس أفكر في رمضان كريم بالمناسبة. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. لا نقول لكم وداعا بل نقول إلى اللقاء، وداعية يا آخر ليلة تجمعنا، لأن حلقة اليوم ما هي الحلقة الأخيرة في هذا الأنمي مثل ما كان كثير من الناس مصدومين أو متوقعين، إنما هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من البارت الثاني من الموسم الأخير اللي باقي له بارت أخير ينزل بعد سنة. أنا عارف فيلم قصة. عموما البارت الثالث راح يصدر في 2023، يعني بعد سنة تقريبا، وغالبا راح يتكون من عدة حلقات بسيطة، يشاع انها قد تصل الى 6 حلقات تقريبا، يعني تخيلوا تنتظروا سنة اضافية علشان 6 حلقات بس. امبي وحماس، مبسوط انه ما راح نفارق هذا الانمي، لسه ما زال فيه حب، ما زال فيه اشتياق، لانه لحظة وداعنا لهذا الانمي بتكون لحظة تعيسة وحزينة. اليوم اللي راح نكتشف فيه انه there is no more من هجوم العمالقة، لا مزيد من هجوم العمالقة، راح تكون ليلة تعيسة وسودة وحزينة يا جماعة الخير. لذلك يب انتظروا سنة الأمور طيب. هذا الأنمي أصلاً علمنا الصبر، وأنا صراحة يعني من الناس اللي تابعته بعد بدايته بفترة. العيال يحكوني يقولوا إنهم تلطعوا بعد الموسم الأول سنتين إلى إن جاء الموسم الثاني. أحي. طيب يا جماعة الخير، مناقشة حلقة اليوم راح تنقسم إلى 3 أقسام، وما أتوقع إنه المراجعة راح تكون طويلة لأنه ما في شيء كثير يفسر، غير إنه الجزئيات الأولى ممكن اللي يحتاج لها تفسير بسيط والباقي كله واضح. القسم الأول وهو القسم الممتع واللي كان جداً لطيف، واللي هو الجزء الأول من الحلقة الأخيرة لما وصلوا بعثة بارادايس إلى مار علشان يقابلوا السيدة كيومي. القسم الثاني راح يكون قسم الندوة العالمية اللي تحاول انها تدعم الالدين خارج بارادايس، وبنسولف عنها شوية. والقسم الثالث وهو قسم البقعة الاخيرة والكبيرة، وهجوم إيرين رسميا على مارلي وتدمير سفن عمالقة الدك يسبحون، عمالقة الدك يسبحون. على كل حال يا جماعة، حلقة اليوم كانت حلقة مليانة مشاعر، مليانة تفاصيل صغيرة وكبيرة. فلذلك اربط لي حزامك، واربطي لي حزامك، وتعالوا نسولف عن الحلقة الأخيرة من البارت الثاني من الموسم الأخير لأنمي هجوم العمالقة أو أتاك اون تايتن. وقبل نبدأ يا جماعة، أحب أقول لكم إن هذا آخر فيديو يعني في هذا الموسم أكيد، فلذلك لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، لا تنسوا تضغطوا لايك لأنه مرة مهم. آخر فيديو إيش وراك؟ حط لايك ونشوفك على خير يا كوتش. وكمان يا جماعة أحب أذكركم بالراعي الرسمي لهذا الموسم واللي هم متجر إيدو الرائعين والرهيبين جدا، واليوم بحكم إنه هذه آخر حلقة صار عندهم خصم 15% على منتجاتهم. متجر إيدو يا جماعة عندهم منتجات جدا رائعة لهجوم العمالقة وغير هجوم العمالقة. تقدر تدخل على الرابط في صندوق الوصف وتطلب تيشيرتاتك من عندهم، وأهم شيء استخدم كود الخصم تبعي وجيه علشان يجيك خصم 15%. طيب يا جماعة الخير، خلونا بس نقف لحظة تقدير واحترام للمشاعر اللي وصلتنا في حلقة اليوم، وبالذات في القسم الأول من الحلقة لما اكتشفنا إنه شلة بارادايس حبايبنا والناس اللي كبرنا وترعرعنا معاهم من هذا الأنمي أو داخل هذا الأنمي طلعوا هم بنفسهم راحوا إلى مارلي كلهم، مش بس إيرين. أنا توقعت إيرين راح لحاله، كيف وصل لحاله؟ لا، طلعوا هم اللي ودوا إيرين، وإيرين سحب عليهم هناك. بس للأمانة البارت الأول من الحلقة كان لذيذ لطيف كذا ممتع ويوسع صدر ومضحك، ومنظر الشلة تبعنا
وميكاسا وارمن وايرن وليفاي وهانجي وشيلا كلهم كذا منظرهم كيوت لابسين احلى ملابس واحلى كشخه واحلى قبعات. حقيقي شوفتهم بهذاك المنظر حاجه مره رهيبه ولحظه جدا سعيده في الحلقه. تمنيت انه ذاك الجزء السعيد من الحلقه يستمر الى نهايتها وينتهي الانمي بهذا الشكل، يعني ما كان عندي مشكله. ما فكونا، خلونا نركز على السعادة البسيطة دي ونتهنى فيها. والأروع كمان يعني، والجزء السعيد والأسعد في هذه الحلقة أو في هذا الجزء الأول من الحلقة، إنه شفنا الحب بساشا من جديد، وكالعادة ظهورها كان مرتبط بالأكل وأي شيء يدخل في المعدة. مخالطتهم للمجتمع الجديد وشوفت بشر مختلفين عنهم وثقافات جديدة عنهم، ردود أفعالهم على المباني والمحلات والأكل والآيس كريم والسيارات اللي ليفاي قال يا أبويا يا جماعة ترى هذه بقرة، والله ما هي حيوان، هذه شيء اسمه سيارة، الله يستر لا يروحوا يشتروا جزر ويطعموها. يب راحوا اشتروا جزر وحاولوا يأكلوا السيارة ترى جوي. عموما كل المشاهد اللي حصلت في بداية الحلقة كانت مرة مشاهد جميلة للعين والقلب، وتم تقديمها بطريقة جدا ممتعة، واللحظات الكوميدية اللي حصلت مرة انبسطت عليها. شوفوا انمي هجوم العمالقة ما هو مركز على الكوميديا كثير، بس لما يجيب الكوميديا يخليك تنبسط يخليك تنطرب. يوم ساشا اكلت الايس كريم هي وكوني، ويوم في مهرج قدم لليفاي حلاوة مصاص يحسبه طفل. حقيقي بداية الحلقة كانت حاجة جدا لطيفة، حرفيا خرجتني من مود الكآبة والقتل والعنف والدموية اللي تعودناها في البارت الثاني هذا. والممتع أكثر لما شفنا شلة برادايس اجتمعوا مع أحد الدول اللاجئة في مخيمات مارلي. الحرب يا جماعة سوت مشاكل على بعض الدول، يعني ترى العالم في حرب قبل برادايس، العالم كان يتحارب مع بعض ضد مارلي ضد من يعرف مين. على إثر هذيك الحروب صار في دول متشتتة متشردين، فبعض الدول أو الدولة هذه بالتحديد لجأت إلى داخل مارلي وعاشوا في مخيماتهم كافين خيرهم شره. فلما شفنا شلة برادايس دخلوا إلى مخيمات اللاجئين هذولي واجتمعوا معاهم وأكلوا معاهم وشربوا معاهم ورقصوا معاهم وطلعوا كل الجنان اللي في راسهم معاهم، بالأمانة كانت حاجة مرة رهيبة وممتعة. واللي على ما يبدو إنه إيسياما رسم هذولي الناس اللاجئين بشكل أقرب إلى الأتراك أو العثمانيين إلى حد كبير، واللي مارلي في بداية البارت الأول كانوا يحاربوهم، فيبدو انهم انتصروا عليهم وذول ايش بقايا الناس اللي سلموا من الحرب. على كل حال الجزء الحلو والممتع انتهى، انبسطنا عليه. شكرا إيسياما، شكرا يا الاستديو، شكرا صراحة على هذه اللفتة اللطيفة اللي خلتنا ننبسط وبرضه خلتنا نكتشف اكتشاف جدا مهم في الحلقة واللي ياخذنا للقسم الثاني. لطالما كنا منتظرين هذا الاكتشاف من فترة طويلة يا جماعة، وهو انه كيف إيرين وصل إلى مارلي وتسلل وسطهم. كلنا كان عندنا فجوة، فجأة كذا انتهى الموسم الثالث، فجأة لقينا إيرين مقطوع رجله مفقوع عينه قاعد يدك أم مارلي هناك، إيش فيه؟ اليوم وصلت الإجابة هذه أخيرا. طيب اللي عرفناه يا جماعة إنه إيرين وصل إلى مارلي مع شلته وما كان متخذ قرار واضح وقتها، كان متردد، ما كان عنده الثبات الكافي اللي يخليه يتخذ قرار أكيد. هل أقتل العالم كله ولا أتركهم ولا أروح مع زيك ولا أترك الأمر لقيادة برادايس هم يتخذوا القرار وأنا ماليش دعوة؟ ولكن الكلام هذاك اختلف تماما لما إيرين حضر اجتماع مساندة الشعب الإلدي خارج الأسوار في جهة أو دولة معينة أو مجموعة دول طلعوا عملوا مؤتمر. المؤتمر هذا الهدف منه هو دعم الإلديين خارج الأسوار، وملخص كلامهم يعني يقول يا جماعة الخير الإلديين ما لهم أي ذنب اللي خارج الأسوار، ما لهم أي ذنب، بشر زينا ضعاف الله مساكين، ما لهم أي ذنب من ماضي أجدادهم وماضي إلديا بشكل عام، مفروض ما نعاملهم بالشكل ذا، مفروض نرحمهم، مفروض نساعدهم، مفروض نقويهم. عدونا الحقيقي هم الناس اللي جوة الجزيرة، هم الناس اللي في برادايس، هذوليك عدونا الحقيقي. وهنا لما قالت العبارة هذه والناس بدأت تصفق وتدعم الكلام ذا إنه عدو العالم الأول هم سكان جزيرة برادايس، هنا إيرين يبدو انه حرق اخر ورقة امل في يدينه وقرر انه ينسحب من هذه الندوة التعيسة ويبدأ ينفذ خطته الطويلة والمعقدة والقاسية جدا. خرج إيره، اختفى إيره، الناس رجعوا إلى برادايس، شلته رجعوا إلى برادايس وغلقوا الليلة وصار يراسلهم بالرسائل وقصة طويلة صارت كلنا عارفينها. إيرين يا جماعة خدع أصحابه وخدع زيك وخدع كل شخص يثق فيه وخدعنا إحنا يعني كمتابعين إيش الجديد، لأجل شنو؟ علشان يثبت للعالم إنهم على غير حق وإنه برادايس ما فيها شياطين؟ لا طز فيكم، صدقتوا إننا شياطين ولا ملائكة في حريق. إيرين خدع كل الناس حوالينه ما عدا عدد بسيط منهم لأجل تنفيذ خطته الإجرامية والإبادة الجماعية للعالم وكافة
أشكال الحياة. وبالفعل يا جماعة بعد هذاك المؤتمر إيرين هرب وراح تسلل بين ضحايا جيش مارلي، وشفنا المشهد كيف كان يقطع رجله وفقع عينه، وهذاك المشهد أصلا مشهد قطعة الرجل وفقعة العين، يعني المشهد ذا لحاله يفسر أشياء كثيرة. إيرين يا جماعة وصل إلى مرحلة مرعبة من الإصرار، والله أنا والله دولي العالم لا أدك جدهم دك، كيف أنفذ خطتي من دون أي مشاكل؟ أقطع رجلي أقطعها، أفقع عيني أفقعها. حكاية إنك تشيل واحد من أسنانك عند الدكتور وبالبنج أمر مرعب، فما بالك إنك تقطع رجلك وتفقع عينك. أحيه أحيه. اللي يبغى يفهمنا يا الكاتب هو مدى إصرار إيرين في تنفيذ خطته، اللي يبغى يفهمنا يا الكاتب هو لأي درجة من الغضب وصل إيرين علشان ينفذ خطته. اللعنة اللعنة اللعنة. ويأخذنا بعدها الكاتب إلى أرعب مشهد، إلى أكثر مشهد ما كنت متوقع إني أشوفه بهذا الشكل أبدا. أوكي كلنا نعرف عمالقة الدك وشوفنا شكلهم وجلسنا كم حلقة نشوفهم هم يخرجوا من بارادايس، بس عمالقة الدك يسبحون؟ يا خراشي يا خراشي. أنا باك تفكر كده في كل شيء شفته في أنمي هجوم العمالقة، جيب لي شيء مرعب أكثر من هذا المشهد. عمالقة الدك يسبحون ويعدوا من تحت السفينة ويحولوها إلى رماد. الله يقلع أم الرعب وأم المشهد اللي ما راح يخرج من ذاكرتي لمدة يمكن لين 2023. يعني تخيلوا إن السفن اللي جمعوها وسط المحيط كانت من أقوى السفن العسكرية المزودة بتكنولوجيا ذكية ومضادة للعمالقة، تبخرت كده كده كده. أوكي هم قطعوا كم عملاق دك وتشيز، حاجة صراحة أنا مرة منبهر منها كيف التكنولوجيا تطورت في باقي العالم عاد بارادايس عاد مارلي عفوا، ولكن اللي شفناه إنه السفن ذيك اللي كانوا فرحانين فيها راحت فصفص بلمحة بصر بلمحة بصر. اللي فوق السفن شفتوا في مشهد كذا جاسو ذابت جلودهم ذابت وصاروا عظام في لمحة بصر، وجيش مارلي ونظرات الرعب عارفين كذا اللي قاعد يشوف حاجة مرة ضخمة متجهة عليه، هذا عقاب من الله، ايش هذا بالضبط؟ قرروا يهربوا. بعدين هم يهربوا قالوا نهرب وين؟ وين نهرب؟ اين المفر؟ اين المفر من ذا العملاق اللي لو خطى خطوتين وصل عندي وانا مشيت 100 كيلو؟ يا الله يا المشهد ذا يا عيال، المشهد اللي صار في الاخير. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انا ماني عارف وش اللي راح يصير في البارت الاخير اللي راح يجينا بعد سنة. اللي شفناه في نهاية حلقة اليوم يقول لنا انه اللي راح يصير في البارت الأخير ما راح يكون شيء سهل أبداً. صدقوني أمامنا شوط طويل من الرعب والتعاسة والألم. إيرين قالها يا جماعة بصريحة العبارة وحنا كنا نقول إنه كذاب. إيرين قالها بصريحة العبارة يا جماعة، قال راح أقضي على جميع أشكال الحياة في هذه الأرض. قلنا كذاب قاعد يسوق أمها، حواره مع فلوك قال كذا قلنا كذاب، حواره مع هيستوريا كان كذا قلنا كمان كذاب، حواره الأخير مع كافة الشعب الإلجي عن طريق المسار لما سحبهم من نومهم ومن صحوتهم داخل المسار وقال لهم إيره. كل شيء في هذا البارت كان يقول لنا انه إيرين رايح يدك العالم واحنا كنا في حالة نكران. لا إيرين قاعد يسوق امه وراه فيلم ثاني. ايا كان الشيء اللي راح يصير في البارت الاخير يا جماعة راح يكون شيء مرة مرعب، فلذلك وفروا دموعكم وفروا صياحكم، كل شيء بنكتشفه في الموسم الاخير. ومثل ما قال ذا ويكند وفروا دموعكم الى يوم ثاني، اليوم الثاني هذا راح يكون في عام 2023 ان شاء الله، ان الله احيانا. الهي منك يا إيره، الهي منك يا إيره. شهر مبارك على الجميع، واتمنى لكم ايام سعيده واوقات مليانه سعاده بجوار من تحبون. اذا انت من المتابعين الدائمين لقناه الوجيه كل الحب، ونشوفك ان شاء الله قريب قريب جدا، يمكن اليوم بعد شويه بعد الحلقة دي يمكن ما ادري. واذا انت من المتابعين اللي جون وقت هجوم العمالقة برضو احب اقول لك كل الحب ونشوفك ان شاء الله السنة الجاية، بس ترى مو غلط مو غلط انه بعد ذا الفيديو بعد ما تحط لايك تروح تاخذك فرة في القناة، ترى والله عندي فيديوهات مرة رهيبة، خش فتش بنفسك الامور بسيطة. يعطيكم العافية يا جماعة، كان موسم رائع وكان بارت ثاني جدا جميل، وتفاعلكم كان اروع من الرائع، وحطمنا ارقام قياسية جديدة في القناة وفي المشاهدات وفي اللايكات وفي التفاعل وفي كل شيء، فشكرا لكم، احبكم يا جماعة، انتم اعظم واروع جمهور لهذا الانمي العظيم. فلا تنسوا الاعجاب لو عجبكم الفيديو لانه اكثر شيء ممكن تدعموا فيها القناة قبل ما تفقعون، ونشوفكم السنة الجاية. تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستغرام كلها بنفس الاسم وجيه اوتو، ويب كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم. جزئية مهمة نسيت أذكرها يا برد وجهي وقلة حياي، معلومة مرة مهمة كيف تجاوزتها بس لا تلوموني، حكاية أنك تشوف عمالقة يسبحون تخليك تنسى أشياء كثيرة. زيك يا جماعة وضح لإيرين أنه سبب صداع ميكاسا ما له أي علاقة في كونها عبدة أو أي خرابيط ثاني، هذه ما هي معلومة من كيس
زيك ولا أي شيء، بل هي نتيجة أبحاث ودراسات استمرت لسنوات، وإنه الأكرمن مجرد دروع بشرية صنعهم الملك فريتس بالتعديل على جيناتهم علشان يقاوموا العمالقة ويكونوا حراس له وللعائلة المالكة، وإنه لحظة تفعيل قوى الأكرمن تتم بمجرد ما يحسوا بالخطر وتتفعل عندهم غريزة البقاء. إيرين سأل هذا السؤال لسبب معين، والله أعلم إيش هذا السبب، ربما لأنه يبغى يعرف إيش سبب تعلق ميكاسا الشديد فيه، أو لأنه مجرد فضول وحاب يعرف معلومات أكثر عن العمالقة. ومثل ما نقول يا جماعة دائما، إن غدا لناظره لقريب، وبنعرف الإجابة في البارت الثالث لو فيه إجابة طبعا، أو إنه هذه هي الإجابة اللي نحتاجها. يعطيكم العافية، مع السلامة.